دقيقة مازلنا معاكم في فيقين حتى للتسعة ونص. حاتم بالحاجة ربع سيفي محمد التوسي ومراد زغيدي. لا 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 أنا كيك ساعات نقف ساعات نقعد كل مرة كيفاش قفل المنشط وفي تقديره حتى كان من شوية قفين ديما فيقين هذه أهم حاجة. خلينا توا نمشي ونشوف شنو وصار البارح في الميسيون بتاعنا تول سويت مع دالي في الزابينج. زابينج نهاركم زين فل وياسمين وان شاء الله نهاركم مسعد الايام شعب المتينان العظيم. اهلا وسهلا اليكم الزبيب. نضال السعدي رجع يطير في العين. خلينا نصبحوا على رابعة زيادة رابعة حسبه صباح الخير. مش مشكل برو هذي تتعدى ترى هذي لعب الرابعة وتربحوا معنا مبلغ جاه ربي يزيدوا وشوفوا هذي لازم تربحوا مبلغ مبلغ يا ولدي. شكون مروة يهديك وعلى قول حاتم بالحاج ليه مروة لازم تقعد هنا. هذي اللي قتله مسكتوا يا ناس هذي اللي قتله مسكتوا. بارح رينا فيروز أم كلثوم عبد الحليم عبد الحليم حافظ عبد الحليم عبد الحليم يكمل قول لي حما عبد الوهاب العندليب برجوليم وتسكت له. شرايك برو تعبتني برو تعبتني تعبتني. وحده زيد عدي رابعة مش هذه نتيجة الخطابات الخطابات سامحوني تحريضية خطابات وانتخابات. أما في الضمار الحقيقة ما يخيبش. أنت تعرف أنا علاش اسمي رابعة على خطر الرابعة يا والله دولي. احنا اربع بنات وانا الاخرين ثم لولا الثانية ثالثة بابا بعد كل اسميهم لولا دورها نوامر لهنا تكلمني ذا تخيل كان جاي عند اخوك بعد جاي وسميه خميس الله يرحم والدين بلدي وشهد الشاهد من اهلها. والله وانا جاي قلت راهو نجموا يطردوك بصراحة عندهم الحق. اي نضال شنو باش تعمل انت بعد فكرتني ذري انا غدا باش نمشي نخدم مع وجهها يا ذري. حاتم بالحاج هو الوحيد اللي فاهم الطرح حاب نرجع نلقد قوم في عقلي حتى في بوشوش نحب قوم في عقلي وقت يفايقوا في بوشوش. حاتم أكلوا لي الدالي تونسي راهو لابد شنو حكيته بالضبط ينقصوا بالفعل الموحش تجال والمواطنين. حلقة زادة شهدت صراحة المستمعين مش أكيدش قلت ليكس نتاعك طلبتك على صباح تفرخ قلبها. ليه مش صوت هو عنده حق الحقيقة خطر صوتها صوتها يعملوه في الجو فيديو كم تاع الكراهب عرفت كورس تاع الكراهب. وعلى الأصوات الجميلة نكونوا كملنا حلقة اليوم نتقابلوا غدوة في حلقة جديدة في زابينج جديد وردوا بالكم نحبكم فايقين ولا دخت زابينج. مراد وخف قدر وغايب البارح ما عنده حتى اكس 3 روح الرياضية روح الرياضية ما عنده حتى اكس 3 ها مصفق اقوى فارد FM فقت ولا مازلت صحصح وفيق وابدا نهارك مع اقوى متنان فيقين مع نضال صح صح وفي قبض نهارك معنا كل يوم من 7 حتى للتسعة ونص معنا حاتم بالحاج ربع سيفي محمد علي التونسي مراد الزغيدي. قبل ما نكملوا في الاخبار بتاعنا خلينا نحكيوا شوية على كومار فيرتوال رون كومار دو تونس كارتاج يعطيكم الفرصة باش تجريوا وين تحبوا بالابليكاسيون نتاعهم وتعيشوا ماراثون في ظروف صحية آمنة وسناء مع ماراثون كومار باش ندعموا مبدأ نبيل ونحميوا البيئة على خاطر غاباتنا. على كل دينار باش تدفع باش تشري دوسار باش نزرعوا به شجره. كل دينار يدفع باش لعبه تشري دوسار تتزرع به شجره والدوسار نتاعك تنجم تاخوه بلاش وتنجم انت تقرر سومو من دينار حتى الاكثر وهذا بالبيمون الكترونيك على سيت ماراثون كومار. ملاقيدوا معنا وشاركوا في الماراثون نهار 11 و12 ديسمبر على سيت marathon.comar.tn. نواصلوا في الاخبار متاعنا خلينا نرجعوا تونس. البارح عشنا ما غير لي تران اللي الحركه نتاعهم تعطلت بسبب اضراب فجئي للاعوان ومازال والاضراب هذايا بسبب انهم ما خلصوش في شهر نوفمبر. دايوغ في اخر ليميسيون كما كل يوم عنا انيسه تمشي تاخذ صوت شعب نسالوا التوانسه على موضوع اليوم الموضوع باش يكون هذا هو مهم باش نسمعوا راي المواطنين في ميكرو انيسه بخصوص الموضوع هذايا. اما تو خليني نسمع رايكم انتوما نبدا معك انت رابعه يلا. كما قال مراد في الكوليس ثم ثلاثة أطراف في الموضوع ثم المواطن اللي مصالحه تعطلت خبزته ثم الخدام زاد كيف شهريته ما تصبتش وثم الدولة العاجزة فاقد الشيء لا يعطيه. دونك أنت فثر لي مع شكون باش تجي ما تنجم تجي مع حتى حد جيت لهم تعذر حاتم
بون هو راهو قطاع حساس وفي دول العالم اجمع وقت الاضراب يشمل القطاع النقل تتعطل البلاد تتعطل الانتاجيه تتعطل كل شيء اي قطاع حيوي ما تحب ولا تكره. انا شخصيا ضد تعطيل مصالح المواطن مانيش مع التسخير خاطر يقعد فعل غير ديمقراطي وجدل مش مليون معناها تسخر العبيد بتاتر في الصحة نفهم اما في النقل بون ساغيس كوميم يماغج يابا ما مفهميش حياة المواطنين ماهيش تغرك اهم انه النقل في الصحة لا لا صحة معناها هو يحكي على التسخير تسخير تمشي الحبس راه كيما خاطر فهم برشا عباد ينادي والبارح زاد ما يقولوا يا اخي وين تقرف هكا نحن اش مدخلنا في الشهاري. لكن زاد الاهم والمهم جدا جدا هو التدريع الخواطر نتاع المسار 25 جويليه هذه حاجه من الحاجات. واذا طبوب يتكلم البارح وتربطها مع خاطر جبد زاد هو قال عدم صرف اجور اعوان المؤسسات العموميه هو اكبر خطر اليوم بيان سور لا مشك ولا مجال الشك طاح بن عليه بالاحتجاج معناها كي تمس التونسي في كرشو معناها مش كي تبدا عندك 90% شعب هو راهو اللي صاير حاليا يلزموا ينبهنا على الوضعيه نتاع الكومبانيه والماليه الكومبانيه راهي تخدم بعدد اكبر بكثير من طاقة استيعابها من طاقة استيعابها معناها طاقة الاستيعاب مش نجم نقولوا حاجة أخرى في عفق كلمة طاقة الاستيعاب من حاجيتها من حاجيتها البشرية اللي يلزمها معناها هي تنجم تخدم بألف خدام على تخدم 3000 ولا 4000 خدام هذه حاجة ثم أنه المهنة زادت تبدلت معناها قبل كانوا بالحق معناها شيفورية خدمة صعيبة وكل ويخلصوا عليها برشا وكل توا الخدمة تقريبا ولات اوتوماتيزي دونك زيد ثم زيد الكوبانية راهي عندهم ديزافونتاج ودخلوا اولادهم ودخلوا بناتهم ودخلوا خواتهم معناها كبرت الكوبانية في وقت اللي البلاد حاشتها وانه لي سالير ينقصوا دونك بون وصلنا اليوم الى وضع المالية العمومية بتاع البلاد صعيبة باش ما نقولوا صعيبة ياسر ما ننسيوش الكوبانية نتاع شومينو ما غليوش في التسكر زادوا في الـ في الـ في الترينوات عدد المحطات زادت اي هذا كل ما يمشي تجيبهم الفلوس معناها يجي وقت تعرف باش يمشي ضد التيار التسكر في تونس من ارخص تسكر في القارة الافريقية التسكر نتاع الترانسبور هذا ينجم يكون باهي للمواطن لكن في نفس الوقت خايب للموازين كاس الدولة والموازين العمومية نتاع والاضراب دائما متواصل ونذكروا حتى حاتم البارح قال جرب ما تخلصش شهري الشهر الجاي لذيك لو تالون داشيل نتاع اي نظام هو اذا توخر على الموظفين نتاعو خاطر الموظفين يقعد ان سوكل صحيح خاطر العطار عنده كارني الكريدي يستنى في شهرية الموظف اللي عنده كريدي نتاع دار واللي ماخو حتى فما ناس توا عايشة بشهري نتاع مارس معناها يعيش في ديسمبر طايح مرفوع اي بالليزافونس اللي ماخذهم باللي تحب انت دونك سا سي ديليكا وباش نقفل مع شيمينو اصلاح الشركات العمومية حاجة فيتال للمجتمع الكل معناها خاطر بعد ساعات يسوق لك زاد الاتحاد الخطوط الحمراء والليلي المؤسسات الوطنية وراهو مثلا لفامي توا ما يحكي معاك وما يسبق لك حتى تفتوفة صغيرة مثلا سنيزمك تنقص 20,000 خدام هل ينجم فما سياسي في تونس عنده شجاعة باش يقول مستحيل هيا نقصوا 20,000 خدام مستحيل نرجو الكلام تبوب اللي هو يقول لك أكبر اختر ويظهر لي كلامه صحيح أكبر اختر ترى ما يمشيش إضرابة ما بيش نسافروا كمان نمشيه وحتى الكوريا نحكيه على مش بترا مش بترا ما تختريش كوريا بترا نحكيه على كوريا الشمالية ركزوا معايا في الخبر هذايا مراد تفل عمره 14 سنة يتحكم عليه ب 14 سنة حبس دونك عمره ما تدري عمره تو باش يتحكم عليه 14 سنة حبس على خاطر تفرج في 5 دقائق مش فيلم كامل على خاطر تفرج في 5 دقائق من فيلم
انتاجه من كوريا دي سود. خليه حتى يكمل معنا. لا يعملها ذاك المجنون تاع كوريا الشماليه يعملها. يعمل ما تشوف فاضين شغلنا. لا لا فيلم صار شلون نوعيه الفيلم زاد الله اعلم. لا لا فيلم افهم وحدك افهم وحدك فيلم اباحي اكيد 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 فيلم ما لازم نقوله خاطر فيلم يمكن ما يخوش 14 سنين. انا نتصور المشكله خذيها 3 سنين على كل دقيقة. أغلى, المشكلة أغلى فيلم. المشكلة من الإنتاج ومن كوريا الجنوبية خطر فما رو كره مزمن بينات الكوريتين رو. باه هي كره مزمن من طرف كيم جونغ أون الشعوب. شعوب شعوب وعندهم ولد عم ولد خالات و... هم كانوا يحلوا الحدود عملوا مرة دراسة كان عنده 3 ولا 4 سنين قال كان يجيوا نهار 24 ساعة يقولوا يحلوا الحدود ما يمشي حد. لا لدو تير متاع كوريا الشمالية تهبط للجنوب تفسع اه وي ما عندكش حق تلبس كابوت كيما كابوت ما عندكش حق تعمل مشطة كيما مشطو حكم عليهم يحجموا كيفو كل راه بخلاف بخلاف حكم عليهم انه حد ما عنده الحق يلبس فيست كوير طويله على خاطر هذيك الفيست بريفيري نتاعو يقول لك هذيك الفيست نلبسها كان انا فيست كيم جونغ اون ثم تخلف ترنش كوت ولا ترنش كوت كيم جونغ تاع كيما تاع مش كولومبو كولومبو كان يلبس قماش هذاك بار دوسو هذاك امبير امبير امبير. مازلنا باش نواصلوا في الاخبار ما قبل كل شيء خلينا نمشيو اي مازلنا حتى الربح باش يكون موجود شويه اخر تجمعوا تبداو تكلموا فينا من توا على 1380 باش يكونوا اللاعب الخامس وتربحوا معنا مبلغ ينجم يفوت حتى المليون قول شنو كنت باش نقول لك كان كيم جونغ ان وحكومه بيونغ يانغ يحطوك على البلاك ليست مزمر عليك راه ديكتاتور رحمه ليه معنا اسمعونيش هون يشدك في بلاصه يحكم عليك اعدام يحكم عليك 30 سنه لوحك للكليب رد بالك هو حق بكري كي قال نمشيو لكوريا تنجم تمشي من تونس لكوريا بالترا معني من بالترق. اي بلاد تنجم بيسور اما نحن توينس عندنا زوز بلايص مسكرين عندك الجزائر والمغرب مسكر ما تنجمش معناها تنجم تمشي الدور العالم بترا الا من بين الدول العربيه سي فري راه نحكي لك برشا دول عربيه تنجمش تدخل بيناتهم بترا دول اوروبيه تنقل من دوله لدوله بترا شنو سي فري وعلاش عمري ما رديت بالي تو جو فين دو اي تو في بلدان اغزر من الاوروب من طرطوشة اسبانيا من فلاديفوستوك تنجم تعدى بترا تنجم حتى كوريا الشماليه تدخل وعليه وعليه حاتم نحن خاطر فما مقصوصين العلاقات مقصوصين الحدي السكك الدنيا كلها مقصوصة معناها العرب يا حال يا حاتم الحديد ما يكفيش سكة طويلة الحديد يزيد كما قلنا لكم خلينا نمشيو للاخبار مع سلمى اي اف ام اكسبريس ونرجعوا لكم تو سويت تو سويت وابدا نهارك مع اقوى متنان فايقين مع نضال مازلنا معكم حتى للتسعة ونص تو 8:35 دقيقة قبل مازلت كي خدت علينا أنيسة تو صباح خير أنيسة وقايد باش نمشيو شوية آخر للترندينغ أما قبل نحب نحكيو على محكمة الاستئناف في تونس تقرر الإفراج على سمير بطيب البارح وزير الفلاحة السابق واللي موقف على قضية شبه فساد دوك تم الإفراج وتم تحجير السفر تحجير السفر اللي هو كان اللي هي الحاجة المعقولة في قضية كيف من هذه سمير طيب ماهوش نفهموا انه الافراج تمبورير نفهموا ليه هو الافراج قضيه متواصله قضيه متواصله على ذمه التحقيق فما شكوك كبيره في القضيه هذه هل انه قضيه صحيحه مع العلم اللي هي قضيه صغيره تو ما عادش كان عندنا الوقت باش نفسروها هي قضيه نتاع ابل دوفر صارت في وزاره الفلاحه الشركه انفورماتيك الكونترا نتاع تعمل قبل سمير طيب دونك جي سمير طيب قالوا له المديرين العامين راهي الشركه هذه مانيش فرحانين بها رانا باش نقصوا الكونترا بعد ما تقص الكونترا او ما بقي منهم معناها 10% ما خلصش من الكونترا قاعدين نحكيوا على مبلغ تاع 80000 دينار كل في الكل معناها الشبهه الكل على 80000 دينار شدوا عليها 14 شخص وشريك يا اخي سامحني 80000 دينار 14 واحد كي باش يقسموهم بالكوميسيون حكايه فارغه معناها اي ما 80000 منا 60000 منا لا لا فساد فساد لا 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 شوية عاد مش حكاية فساد فساد ماهوش فساد يا حاتم كان نمشي هكا نمشي في الشعبوية فما فرق ما بين يا سيدي نمشي معاك فتعرف معناها فساد فما استثراء شخصي الاستثراء الشخصي فما إذا يثبت معناها البرانسيب إذا يثبت بيان سور يتسمى فساد 80 مليون إذا تفتفوها 14 200 20 فساد فساد لا يا هي ما ثبتتش هي ما ثبتت بشوية عاد إذا ثبتت اللي باش ياخذ ريسك كبير وأنه يضحي بحياته وناس مديرين عامين لها إيش نعى باش ياخذ ريسك على الزملائين وثلاثة ملايين هو الكونترال كله بشوية اسمع سوسيال ما خليني نفسر لك الكونترال كله الإشكال كله على مبلغ ما بين وزارة الفلاحة والشركة متاع الانفورماتيك
فيه 80,000 دينار. المبلغ الكل معناها حتى كان مش يعطيه كوميسيون رشوة وقد على 80,000 دينار، معناها كان جاهد فيها رشوة 10% 15% متاح، قولي هم 10 ملايين مش تقسمهم على 14 واحد. دونك القضية المفبركة قضية من هكا ينجم 20 كوميسيون يعملوا له تفتوفة في هي قضية واحدة ما فهمش 20 كوميسيون 100,000 بعد هو ساعات تخرج وراق متاع يربحوك في مليار. يقول لي نحكيو على مديرين عامين، يا نحكيو على وزير، نحكيو على إنسان عن كلكو سوا تفاصيل القضية متواصلة. أما اللي قاعد نحكي لك مو ناس احنا دوت سويت نحطوا في بارشة فلوس القضية هذه فيها وعليها برأي الجميع فيها باش. أما أنا نخاف زيدا لنبرو الفساد الصغير اللي انت بربي مسكين هذيك انت موظف على 150 دينار رشوة بعنيه بتدخلوا الحبس. ليه الرشوة رشوة كي فولا نوف فولا نبف كما اللي يخدم مخه على 10,000 ينجم يخدم مخه على 100,000. هو حاب يقول لك، هو حاب يقول لك مراد أكيد فما تفسير آخر خاطر سيبالوجيك. فما تقريبا بشبه إجماع اللي القضية هذه ما كانتش تستدعي، وأنك تحط وزير سابق في السجن، وأنك تحط مدير شركة في السجن، لأنه الفوليوم اللي موجود ما هوش متاع قضية فيها رشوة. عندها قواعد عندها تحجيم، معناها فما انسايز، فما موديل، معناها القضية هذه لا معناها ما تكونش فيها خد زيادة. فما فرق بين الرشوة، فما فرق بين سوء التصرف. أنا نجم نجي وزير نصحح كل يوم 20 ورقة وناخو 20 قرار، ينجم ساعات نغلط في قرار، يلزم زيادة ما ندخلوش في الشعبوية المقيتة. اللي ما عندوش كفاءة يمشي يعمل حاجة أخرى، ما يجيش يحط مصير بلاد في تصحاح كومبارافور. كنت تشد أي مسؤولية تصحح كل يوم 20 بارافور، فما حاجة تجم تغلط فيهم. يعني تعود تاخذ القرار الباهي، خذيت قرار 50% منه خايب مزروب، أما أنت ما ربحتش منه حتى شيء، لا انت استغنيت منه، لا عبد استغنى من وراه، خذيت جست قرار في تسير الدول. انا نشوف كان جاي القضاء فهم اللي هي متى غلطك ما تحكي انت متى تصحيح على بارافور يوصل يحط القضاء جست يطبق في القانون، راه هو يطبق في القانون حرفيا. هذاك شنو اللي صار فيها واو القضية هذه، فيها واو القضية هذه، فيها واو اسكو هي ما تحكي تصحيحها ولا فما مسيسة. يبدو ان القضية مسيسة طبعا اكيد جدا. شنو الوزن سياسيا نتاع سمير الطيب باش دخلوا الحبس؟ هاني نلقاهم في الفساد. شوفوني سمير الطيب كان عدو شكون؟ نعرفش انا لا سياسيا موقفه كان عدو شكون؟ كان عدو الفلاح، كان عدو النهضة بكل وضوح. مع العلم انا مشارك معاه في حكومه، بربي هذوما اللي يبداو اعداء ويشاركوا في نفس الحكومه يحترمونا شويه، يحترموا لا اللي نحب نقول بركه، وانه اليوم فما صيد بالكركاره في مساله الفساد، اللي معناها يبدو وانه فما قضايا ماهيش في بلاصتها. قضية هذية علاش صار تعاطف كبير مع سمير الطيب؟ لأنه أول حاجة سمير الطيب راهو نجمه سياسيا ننقدوه مليار مرة، ما دخلوله لداره، ما توينسا شافوا داره في راتسفوري. هذا برتمان حاتم تاع واحد قاعد يستغنى، مانيش نحكي عليه أستاذ اقتصاد، لا نحكي عليه هو، أنا نحكي عليه سمير الطيب. ما نحكيوش دون لابسولو، نحبش زادا نشخص الخطر، كان باش نشخصنو هكاك زادا معناها اون فا با سون سوغتيغ. حتى كان أنا معها الوقاية ساعة من الفساد ويلزمنا نحاربوه الفساد، الوقاية مهمة زادا ونحاربوه والسامبوليك وراهو اسمع الحروب الكبرى فما دي دوماج كولاتيرو، يعني قبلوا البرانسيب. خاطر كيما زاد مراد كان توا طفل صغير مثلا يجوع يدخل السوبر مارشي يسرق حاجه، معني مينيموم يضرب 6 انت وزير ولا تعرف تلبس الكسوه ولا بوف كيف ما قلت انت ويس. من الاخبار تعلمتها من الصغرى كلنا ذريت عدينا عليها. من غادي نمشيو للترندينغ نشوف شنو صار في الديجيتال في 24 ساعة الاخرين تول سويت مع انيسه. ترندينغ نبداو الترندينغ بتصويرة قاعدة دور في لي ريزو سوسيو، عملت بوليميك كبيرة كما قاعدين تشوفوا فيها على اي اف ام تي في على اليوتيوب واللي يسمعوا فينا في تصويرتك عملت بوليميك. انا هي البوليميك اللي عملت نعرفوك عاقل هاي باش تجي تصوير
هاي هكا كتف التصوير ليش هاي نكمش على اليوم اللي يسمعوا فينا كنت تحكينا عليها التصوير وصيته خطر وصيته يا دوبنا مش مشكل اللي يسمعوا فينا في الراديو تصويرة هذه فيها نص تمرين مدرسي شجاع سرقة مدير عام فوالا هذه هي تصويرة مدير عام البرامج والتكوين المستمر في وزارة التربية قال البارح للنص هذا موجود في باغاس كوليغ وقال اللي الوزارة كانت خرجت منشور يمنع تداول الكتب هذه في المكاتب اتوانسة علقوا قالوا شكون أعطى تأشيرة لإصدار الكتاب السؤال موجه للمسؤول هذا في وزارة التربية فما اللي قال رب عذر أقبح من ذنب معناها الوزارة ما تنجمش تسيطر على التسيب اللي حاصل في الكتب يا مسؤول كان فما قانون راك تبحث أنت ودار النشر تعليق آخر يقول ومن بعد يقول لك جيل به وعليه وهما يبرمجوا فيهم على الفساد قبل ما نكملوا الكومنتات نقراو العباد جوستمون العباد اللي كيسمعوا نقرا لكم انا يرغب رامي في شراء هديه لامه بمناسبه عيد الامهات الا انه لا يملك الا 4 قطع نقديه من فئه 500 مي معناه مليم لتوفير المبلغ المالي الضروري شدوا عندكم قفز الطفل الى حديقه جاره مسعود واسمه مسعود جار معناه ذلك يكتب الواحد يحكي على روحه معناه وزاري مسعود وسرق 3 دجاجات و4 كيلوغرام من حب الكرزي ثم توجه الى السوق باع الدجاجه الواحده ب6 دنانير والكيلوغرام الواحد من حب الكرزي ب5 دنانير السؤال احسب مجموع ثمن بيع حب الكرز والدجاجات وتربح سجور في المرنيق في مرنيقية مصود أنا في الحكاية والدجاجات المسروقة شو عملنا فيهم أسبع وبلوس تواعد تقول صحنا عنا جنينة واحد عنده حب الملوك والسوريز حب الكرز حب الكرز والدجاج مخلي السوريز مكلش والدجاج ساعيك السوريز ثانيا مزلت هي كيلو سوريز ب5000 دجاجة ب6000 يا ولدي 100 جرام سوريز بتقريب 7000 أنا متأكد اللي مسعود هذا يفهم منه في الدنيا ونحاولوا نستدعوه بعد عندي سؤال آخر علاش اسمه مسعود بالذات معناتها علاش مش مو سعيد الحظ تمرين عدد 3 يا مورين اسمعني التمرين له صرخ الدار بشير وثاني عندهم في الإيقاظ العلمي ضرب حسن صديقه ببترة وحل له 5 غرز احسب والله جدت عليه يودي كل شيء كل شيء ليه كل شيء ما استغرب شيء ليه وان بلوس الدجاج مش دبلو الكتاب هذا الدجاج الحيه ب6000 يا ولدي وين عايشين تو تاخذ تو ترفين اسكالوب هذه الدجاجه ب 14 دينار حيه ب 15 دينار بالي اللي كتب التمرين ديما ينقز جسمه انا عندي سؤال على شكون الناس اللي تكتب هذوم اي واحد يجي هذا ما راهو دون لو فون سي تري غراف والله جدي فري كيستيون راه بالحق علاش كانوا عاين بالكدا على خاطر يضروا فيها صغار هذايا باراسكول جدي فري كيستيون بالحق هذا اول حاجه تكبر انه انت نورمال تنقز في دار الجار وتسرق هذايا معناتها اول حاجه بيغزل فما المهم في الحكايه هذه هو الكتب هذوما نتاع التمارين الصغار اللي لازم وزاره التربيه تعمل لجان مختصه تمشي لدور النشر ويقيموا الكتاب قبل ما يهبط خاطر برشا مش مشكلتي البارح الوزير قال ما همش مشكلتنا مش الكتب هذوما نحن مش داخليه برامو يزما هي داخليه شغل اغزر هو خاطر فما تاشيره راهو باش تخرج كتاب بعد ثوره تحقق التاشير صح هذا هو سؤالي بالحق سؤال بالحق شكون صار نوع من التسايب والشيء هذا انا نتصور معناها اللي عملها بالحق تصور يما يفدلك تي بو با بيداغوجيكمون معناها ذالي نعرفش اللي يبدل الحبار نتاع المطبع مش نيمبورت كي يكتب باغاسكولير راه معناتها لازم واحد يكون عنده تاشيره تكون عنده لازم لجنه مختصه تقيم الكتاب لازم كي تمشي لدور النشر تمد الكتاب وتمد معاه تاشيره عندك حاجه ورقه تعطيك لو دغوا باش تكتب باغاسكولير اختر هذا اختر ابيي وفاليدي نورمالمون بوزاره التربيه نورمالمون ليه قالت وزارة التربية ما هيش مشرفة على مش ليه لا هو بغو بالحق مش ليه لا للتوضيح خاطر باراسكولير يقول لك انتاج تجاري معناه ما هوش حتى الوالدين اللي يشريوا فيه ما هيش كتب متاع الدولة ايه ها هو فما الحل انت دور النشر ما تطبع لي الكتاب هذا الا ما نعطيك ترخيص ما تعرفش عليه معناه في اللي انا كف باش نكتب باش نقراهم هذوما تعرف وقت اش يولي فما مشكل اذا المعلم ولا المدرس قرر بهم وقتها تولي مشكل ما عندوش الحق اما مولي ياخذ كتاب كيما كتاب هذا ما تلقاهم في البياج راه بعد ساعات في الكليستاسيون واحد مع صندوق ولو لوي هيت خليك قال شنو يطلع ولده معناها معتبر كيما رومان
رواية تونسية درة الفيزة على فات الفيزة على الكتب متاحة وهمش يحكيوا على يحكيوا على حاجات ساعات هذيك أدرسي عن أدولت مخو فوق ويعرف يفرق اللي أدرسي عن أنفان أدرسي عن بارون يشري الأنفان وي ما وفينا مين مش يقعد بس ليه كلامك صحيح يلزمنا نلقاو في حل كيولي كيف ما قال حاتم كيولي يستعملوا فيه في المكتب يولي أنوتي سكوليخ معناتها باش يكونوا لا ما يستعملوش فيه في المكتب يستعملوا فيه في الدار في المكتبة يتحط في المكتبة والولي حر يجرو المشريش هذوما اللي يخدموا بهم التمارين المنزلية وقت تنجم تفهم وزارة التربية كي تقول لك معناتها خاتيني إيه يقول لك لا بار كونتر كلامها ماهوش غال تنجم وزارة التربية اليوم تخمم في المكتبات اللي تبيع فيه على خاطر بريتو في الاخر معني من الاخر من الرقابة الكتاب هذا يدخل للديار صحيت معني ويستعملوه الصغار تنجم نعملوا ان فلتر وانه انا يظهر لي الحل الوحيد معناها باش نربحوا برشا وقت وزاره التربيه تاخذ لي كوفرتور اي سينيالمون ترقى فيه مشكله تاخذ الكوفرتور نتاع الكتاب تهبط الكوفرتور تهبط بيان انا كوزاره التربيه جون كونسيون بال استعمال نتاع هذا لي غياب البيداغوجيا والواحد وصاحب الكتاب الداخليه انه تسحب الكتاب صحيت هكاك تلعب بعد ما يتباع وبعد ما يتباع ويخرج ويمشي للصغيرات ويقراو بيه على ما لقاوش حل قبل تفهم حاجه احنا في تونس خرجنا من السنسور قبل وقت بن علي كان ما يتبع اي كتاب لا يتعدى حتى في فرنسا راهو انه من الحاجات الباهيه نتاع الديمقراطيه وان ولينا الكتب تخرج من غير رقابه ماشي حريه التعبير خلينا نمشي نشوف جوست الكومونتير الاخر ما قريناش سينو باش يصير لنا نختم بالكومونتير هذا ويقولوا علاش كثر الانحراف ما لا حاله واه مش هذا سبب له اكيد نزلوا فيهم اخبار اخرين في ترندينغ ما قبل كل شيء لازم نمشيو للبيبليسيتي تاو نرجعوا لكم شويه اخرى توتسيت فقت ولا ما زلت صحصح وفيق وابدا نهارك مع اقوى متنان فايقين مع نذال فايقين معاكم مازلنا معاكم حتى للتسعة ونص نكملوا توتسيت في ترندينغ مع انيس اش عناخد البارح الناس الكل تحكي على بطاقة إيداع بالسجن في حق لاعب دولي سابق في كرة القدم بتهمة اغتصاب رجل أعمال شاب بعد ما خدروا تم إحالته مع 4 متهمين أخرين على الدائرة الجناحية بسبب المخدرات كومنتارات توينسا كانت ويقول لك تعيش وتشوف بالله واحد إيش باش يشوف أكثر من هكا تعليق آخر يقول نعرف واحد تحيل على رجل أعمال سرق رجل أعمال أما هذه أول مرة نسمعها ونختم بالكومنتار اللي يقول ندفن روحي حي وكهو ما عادش فيها برجولية اسمعني خلاتكم الامبيونس في البلاتو كلها تغزر بعض دي حتقولها ازاي كلها تغزر بعض وياش بش يقول تو عرفت انا ليه انا بالعكس نحي هيبدا برافا حي شجاعته تحي شكون نحي شجاعته خاطر مش يشكي ما خممش يقول لك ليتو الناس تحكي ودرا شنو وحتى كي قريت لي كومونتير ما فما حتى حد حكي على خطوره المخدرات وخطوره الاغتصاب الناس كل تحكي على الجانب المثلي للموضوع وكان جاي نفس الخبر هذاك فيه امراه اعمال وقع اغتصابها راهو تعدى مرور الكرام راهو حاجه عاديه على خاطر لا ما مشكله تعدى حاجه عاديه لي موني كورانت موني كورانت امراه اغتصب معناتها سي تو لي جور سي ريان سا خاطر راجل دونك ولا الخبر تا نقفوا نحكيوا عليه alors que l'اغتصاب هو اغتصاب مهما كان جنس الضحيه معناه on s'en fout بالنسبه لينا ما سان شانج ريان هو برشا معطيات في الخبر فما صار لاعب كوره صحيت ومخدرات واغتصاب معناها لي كومونتير الكل يحكيوا على خاطر المخدرات جو بونس دو جي اش بي معني ما نتصورش معناها هو فما ناس تعرف شنو جي اش بي خير مو باش تفهم علاش خير قول باش نوعي والناس علاش جي اش بي فما حربوشة معروفة تسميهم حربوش الاغتصاب تنبيع في الأوروب لا دروب دي فيولا تحط في كيس وعلى ذيك معناها ديما نصيحة للعبيد كي يخرجوا كي معناها يردوا بالهم كيسهم ديما في يديهم فريمون معناها ذيك من الحاجات تنجم تربي عليها ولادك الدروك تخليك ما عادش تتحرك هذايا ما تفكر حتى شيء مانيش مسافر انا خطاني لا موجود حتى في تونس حتى في الاغتصاب هذايا صار سوجي لا لا جو بونس با خاطر تقول شنو نوعيه الدروك اللي تخلي واحد مثلا يفقد الوعي ما يرقاش خاطر هو شنو الاغتصاب برشا عباد تعارض فما شكون اللي نجم يدافع على روحه فما شكون ينجم فما شكون يبدا شوكي خاطر لي تاتشوك يلفو لو بروندر كونسيديراسيون في اغرب في اغرب اغلب اغلب زابينغ امسا مرحبا غرغرب غرغرب مرحبا معناها في اكثر الحالات اللي بتاع الاغتصاب هو لو شوك نتاع الشخص الذي يغتصب
يصير له شوك ما يرقاش كيفاش يدافع ولا يتحرك بعض ساعات وذيك هو ستان بروسيس باراليزي باغ لو شوك بيان سور سي باراليزي خاطر زيد مكثر الحاجات العمليه الاغتصاب تصير من احد افراد العائله ولا انسان قريب قريب يشوف اللي حطيت دروك في الكيس قاعد ساهر معاه ولا كوسيسك ويعرفوا عنده في ثقه قاعده معاه دونك ردوا بالكم ما كذبت الزازة كي قالت ما تعطيش الثقه لحد وفي الدنيا ما تمن حد واضح نواصلوا مازال كيفيق اعطي 100 دينار طلع الغني ليه وش كان تاع البارح نكملوا ترندينغ رئيس مصلحة الاتصال المروري في مرصد الوطني لسلامة المرور قال اللي في 2021 صاروا 4526 أكسيدون تسببوا في موت 912 شخص و 6197 جريح وقال اللي الإحصائيات هذه خلت وزارة الداخلية تخمم في زيادة في خطية الإفراط في السرعة خاطرها المخالفة الأكثر تسبب في حوادث المرور القاتلة التوانسة تفعلوا مع الخبر هذا وقالوا القانون هذا باش يطبق على المواطن العادي والمزمر أكهو فما اللي قال هذا هو المطلوب فعلا سرعة مفرطة في تونس والحوادث كل يوم تعليق آخر يقول أكهو زيدوا شجعوا المواطن باش يدفع إجعالة نوفا بالكومنتير اللي يقول ناقص كانت زيدوا تنقصولنا في الأكسجين هو راه هذه المشكلة تو في تونس موجودة في العالم الكل وان بو بارتو تو في فرنسا ما تزاد كيف كيف يحبوا يردوا الكي 36 كيلومتر و احنا نذال ولو الأرقام هذه راهي في تحسن معنى إن شاء الله من عاش قديش باش نكملوا العام احنا منش كيما فرنسا ليه احنا رانا كبيره في لا احنا في الارقام رانا في ثلاثه ولا اربعه البلدان الاولين في العالم كي تحسب معدل عدد الكراهب بعدد السكان راهو المشكله نتاع لي زاكسيدون والسرعه في تونس كارثه كبيره فرنسا سلكتها ديما نحكيها انا نقول جاك شيراك جاء قال عندي مشروع علاش نقولوا احنا السياسيين في تونس حقهم يستلهموا شيراك عدى 12 سنه في الحكم قال لهم عندي حاجتين باش نتلهى بيهم لا سيكوريتي روتير ولا كونسير جوستمون علاش قلت لك على فرنسا احنا في تونس ما عملنا حتى شيء على خاطر كي نقصوا الفيتيس في فرنسا برشا حاجات سا بورتي دي ريزولتا دونك تحب ولا تكره تحب ولا تكره كي باش نقصوا الفيتيس باش يكون فما ريزولتا باش نقصوا الحوادث يلزمنا يلزم تونس تحط من مشكله السرعه في الطرقات كأولوية الأولويات أنا باش نربط في الأوفن جست كم فكرة حاتم وفي هذا يلزم في رأيي بالتجربة هذا يعني السوق يوميا ما عندك حتى حل في تونس عندك الردع الردع المثالي معناها عبد تحط تزيد 10 مرات لرادار واللي تكرفته ما يروحش لداره ومن هنا نعملوا جين بيغ دو كو منك انت تعمل في البريفونسيون ومنك انت تدخل في فلوس للدوله تحب ولا تكره تي بارايور هذيك الفلوس انا اعتبرها ثانويه اما ما رانا وصلنا في عام العوام عندنا 1500 وفاه في العام معناها المويان نتاعنا نتاع اربعه لخمسه وفيات في اليوم معناها ارقام مفزعه راه تفتحوا بالكونفينمون اما من بعد نمشيو للكويز اي اما اكثر حاجه معناها نحب نربط برقم زاد خرج البارح ولا قلت البارح اللي هو اشتر السواق نتاع تونس مستعدين يدفعوا رشوه باش يسلكوا الخطايا نتاعهم اكثر من اشتر الكوندكتور مستعدين يدفعوا رشوه هذا يعطيك فكره على الامبونيتي معناها عدم احترام الاشارات الافراط في السرعه السوقان بحاله سكر معناها فما رامبوان مشهور بعد العشره نتاع الليل ما فماش اللي يشدوه صاحي يوقفوه صحيح يعطيوا الكوتيست يرقوا ما عندوش يشكوا فيه ذاك ينجم يكون شعمل عمليه ارهابيه باش نقول جوست حاجه باش نعقب على كلام مراد الاستاتستيك نتاع عدد الضحايا حوادث المرور تاعو بعد الكونفينمون مش على خاطر احنا تحسننا ولا عملنا معناتها انجازات خاطر قعدنا عامين معناتها ناس ماش سركل في كياسات دونك الاستاتستيك تاعو فقط اي لا لا متحسن فما حتى افار اما جاوا مع حاتم كمان اليوم عملنا جي اس بي واللي ما واللي الرومبوان اللي ما في حتى حد صاحي يفهم لها يس من الواضح انه الامور بقى ازمه امور بعد نص الليل لكل اختصاص ما فاتكش ما فاتكش انا زوج مفيوزي انا مراد الرشوه قوي انا مش مسرقكم الرشوه كيف انا تولدت بمونجيلا بيولوجيك بالحق على ذيك مثلا اخترت الخدمه ذي تولدت بمونجيلا بيولوجيك معكوسه من القدس في الليل
نعدي الليل كامل فايق دونك في الليل. وهذا ما ننصحوش بيه لولاد صغار يسمعوا بيه. انا بيولوجيكمون هكاك كتير اثبات طبي. لا نكتب دونك الالهام انا في الليل نكتب برشا دونك خدمتي الكل في الليل. على ذاك انا نجي الصباح مثلا كونترينمون مراد يرقد من 8 انا معناها نخدم في الليل عندي فكره على وقت ترقد حتى جينيرالمون كي نبدا ما عنديش ماتينال نرقد الاربع الخمسه نتاع الصباح. اما توا هالايامات عامل لي فور نرقد ما ساعتين ما ثلاثه نضال نضال كي نقوم السته معناها فهمتوا وانه هذا برنامج غير عائلي هذا ماهيش قناه العائله انا كي ما تعملوش كيف ما حبيتوش كي نجوع نعرف البلايص المحلوله الكل في الليل منين عندي بلاصه نعرفها كي نشري منها ستيلويت ما عادش في خير مراد كرينا نجوع نكرمك منصف منصف هذا كان جوات وقرم قبل كوين نمشي نيك كان مزيد تعرف اللي لقاية تو باش نمشي للميتي والأخبار ونرجع لكم شوية متجاري عاد وقدوا متبرش المعالى صحيح يلا إيا فام ميتيو فايقين ومتبرشين معكم حتى لتسعة ونص كل يوم. اليوم نحكيه على تمويل ميتوب ذيك عليش حاضرة معنا مدام جيهان بن عبدة. مرحبا صباح النور. بروغرام مناجر تمويلي صباح النور. كان نفكروا المستمعين متاعنا ببلاتفورم تمويلي ودورة في جهات تمويلي ميتوب. دونك تمويلي هو برنامج تنبعث من طرف ميدل ايست انفستمنت انيشيتيف اللي هي منظمة غير ربحية ناشطة في تونس منذ أكثر من خمس سنوات الآن بدعم من US Development Corporation. وأحنا يعني البرنامج هذا الهدف متاعه هو مساندة الشركات الصغرى والمتوسطة التونسية مش تحسن وتكبر في النشاط متاعها مش تلقى تمويل يناسبها. عنا بليزيور سيرفيس. احنا نقدم المساندة التقنية دونك نعطيو دي لوجيسيال كونتابل لي زونتربريز دي سياجير كونتابل مش يهيكلوا لاكتيفيتي نتاعهم. فما دي فورماسيون اوسي فما تميلي اكاديمي اللي هي فورماسيون اون بلاتفورم دو فورماسيون اون ليني في دي فارتيماتيك كيما الكونتابيليتي الفيسكاليتي. دونك هذا الكل غراتوي بالنسبة لي زونتربريز يسوفي دافوار اون باتونت مش تنجم صاحب الشركة ينتفع من واحد من لي سيرفيس نتاعنا. فما ايضا تمويلي بلاتفورم اللي هي بلاتفورم دو ماتش ميكينغ نحطو ان كونتاكت لي زونتربريز اصحاب الشركات اللي لوجوا على تمويل مع المؤسسات المالية الشركة اللي تدخل للبلاتفورم وتختار لي دوسيي اللي حاشتها اللي تحب تمولهم. دونك احنا نأطروا لاصحاب الشركات نقدموا لهم المعلومه ونقول لهم لشكون اي مؤسسه ماليه لازمهم يتوجهوا باش يلقاو التمويل اللي يناسبهم. ونقول لهم كيفاش يعملوا دوسيي فينانسمون تاعهم شنو ما لي ديفيرون دوكيومون اللي يحطوهم اكسيتيرا باش يجمو يحطوا ان دوسيي فينانسمون يجم يقنع المؤسسات الماليه. احنا دونك كيما قلت كنت تقول احنا ماشيين للسوسة. جيت بحثنا مريم فاتو حكينا على القروين الخميس الجاي ان شاء الله باش تكونوا في سوسة. كنت حكينا شوية على البروغرام جورني تمويلي. دونك احنا باش نكونوا ان شاء الله في سوسة نكملوا العام مع سوحلية خاطر مش سوسة برك. احنا نهدفوا مش نتلاقاو مع اصحاب الشركات في منطقة الساحل الكل ان شاء الله المنستير المهدية ومرحبا بيهم في 9 ديسمبر في اوتيل سوس بالاس. البرنامج هو مش يكون كونفرنس في الصباح مش نحكيه على المراحل اللي لازم يمر بها صاحب الشركه مش يلقى تمويل. دونك نفسروا كونكريتمون شنو لازم يعمل مش يلقى تمويل. دونك مش يبداو معانا ان شاء الله مؤسسات ماليه كيما البي اف بي ام في وسط البانيل كيما تجاري بنك كيما ادفانس وايضا اكتور دو ليكوسيستيم ريجيونال في سوسا كيما سنتر دافير سوسا و ريزون انتربرندر. دونك احنا الهدف نتاعنا من وراء الكونفرنس هذه نفسروا كونكريتمون لصاحب الشركه شنو ما لي زيتاب اللي لازم يمر بها وشنو ما الهياكل في شك مرحله في كل مرحله شنو ما الهياكل اللي لازم يعاونوه مش يتعدى للمرحله اللي من بعد. فوالا والتسجيل مازال محلول مازال مفتوح. دونك تنجموا تتسجلوا على الباج فيسبوك نتاعنا ولا على السيت tamwili.tn وملتقانا ان شاء الله يكون في سوسة نهار 9 ديسمبر ان شاء الله. دونك tamwili.tn tamwili
.tn ونهار الخميس الجاي تكونوا في سوسة ان شاء الله. بون شانس وان شاء الله لو ماكسيموم دو بيرسون يجيوكم يحضروا البرنامج. راه غيش اكثر من العشيه زاده فما لي فيس تو فيس ميتينغ مع اصحاب الشركات اللي قدموا الدوسي نتاعهم على البلاتفورم, واحنا مش نلقاهم الغادي مش نعملوا معهم دونك لقاءات مباشره مع لي كونسيير تمويلي, مش يعطيوهم النصيحه في اللي فيس تو فيس ميتينغ هذوم في العشيه الكل مش يدوروا هاللقاءات هذوم. وايضا فما اللايف سيشن في تمويلي اكاديمي ان شاء الله, وركشوب اوتور دو 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 موديل دو موديول كي ان كور اكطوالمون سور لا بلاتفورم اوتور دو لا كونتابيليتي. واضح. ميرسي بوكو مدام جيهان, فرحنا برشا اللي جيت بحضنا. بوكوراج, باي باي, ميرسي بسامه. خلينا توا احنا نمشيو للبيبليسيتي ونرجع لكم شويه اخرى توت سويت. L'aventure Rally Automoto International de Riquine Manidal. فايقين معكم كل يوم السبعة حتى للتسعة ونص. كيف ما كل يوم عنا أنيسة تخرج للشارع تشوف شنو لافي نتاع تونس في موضوع معين. البارح صار اضراب فجئي في الليتران كيما حكينا قبيله. بكري أنيسة خرجت سألت التوانسة على رايهم في الاضراب هذايا. خلينا نشوفوا الفيديو ونرجعوا توت سويت نعلقوا عليها. الضرب هذا عطلني انا واحد من الناس عندي ابونمون, انا ما نجمش نمشي ناخذ طويك الواج ولا كار ولا من حقهم يعملوا اضراب, اما زاد يعلموا العباد حاجه مش معقوله حتى طرف. خاطر الانسان خارج الصباح سبحان الله عنده حق تاكسي ما عندوش, الظروف يعلم بها ربي. انا واحده من الناس كنت في السبيطار, كنت في بلديه, كنت برشا مشاوير يعني بالتاكسي نورمالمون باش نروح للدار نروح في وما في نقل عمومي. يجي توا يقول لك ترينوات مش موجوده كلها, لا الخطوط البعيده ولا القريبه. انسان ما عندوش حق تاكسي شنو يعمل؟ وعندي صغار مطيشين ومسؤوليات اخرى. النقل العمومي كلها بصراحه ما يلبيش طلبات المواطن التونسي جملة هاك ترى كان موجودين متوفرين لعبات فوق بعضها كورونا وامراض. ما دمنا في تونس معناها ما دامك تستانس بيه الشيء هذا, ما تلقاش كار ما تلقاش مترو تلقاش تاكسي حتى العطار ما تلقاهوش. زاد حاجه الخايبه اللي ما يعلموش العباد اللي يقرا ويخدم شنو مصير ما عرفهم باش ما يستولهمش. صعيبة ياسر الحكاية, على الأقل يعلموا الناس باش يخليهم مش ضايعين. نقل عمومي كل في تونس مش باهي. كيفاش؟ ما همش قاعدين يخدموا بالوقت بنظام واظبين, ما يهمهمش في الناس, فرق سكان في مصالحهم. أنت هما عندهم ظروفهم خاصة, كل واحد عنده ظروفه مدامة, هما عندهم ظروفهم وإحنا عندنا ظروفنا. خذينا التاكسي وهبطنا, هما زادا عندهم حق. يزي يا مدام نقل, احنا عنا نقل, احنا عنا صحة, احنا عنا بالله قاصد ربي ماشي نخدم وصلت قال لي اضراب. شنو هي رايي نبكي على نبكي ايش رايي تفضها من المعيشة تجيب باش تمشي تجيب الفلوس باش تاكل المعيشة تلقاه ما يهزكش تمشي تخدم مني باش نجيب مرضنا. الضربه ذا عطل للاسف. برافو انيسه ساعه ديجا على الفيديو هذا اللي كنا نشوفوه, ولهنا بالحق بلا حكينا على الجرافيتي نتاع الضربه ذا, ما تو زدنا حسيناها اكثر برشا. ما تسمعوا في الكلام مراقبه اللي كان وليدي مطيشه تعلم عليه الواحد عنده حق تاكسي ولا العبيد فدت. وكيف ما قلت لك زاد ما علموناش. تحس بالحق انه لهنا بالحق حسينا لا جرافيتي نتاع الاضراب هذا اللي مازال متواصل. اللي مازال متواصل راهو التوا ترينوات نتاع الضاحيه الجنوبيه ما همش قاعدين يخدموا, ويبدو انه حتى في تونس حتى في الخطوط الاخرى. خاطر ما تنساش راهو فما ناس تعمل كم يوم نافات من الوطن القبلي من سوسه, فما ناس تقري في سوسه وتسكن في تونس, فما ناس تسكن في سوسه وتخدم في تونس. والبونليو وسورتو الضاحيه خلي نقولوا الضاحيه الجنوبيه هي اللي تمثل. هو راه شوف شو نكونوا واضحين, ما فماش سيرفيس مينيموم زاده الضربات في العالم الكل ديما تقلق معناها ما يعمل سيرفيس مينيموم يعمل سيرفيس مينيموم يحطوا كيران على الاقل يحطوا ويعلموا في العالم كيران ويعلموا. هو المشكله انهم ما يعلموش, وهذه مش أول مرة أرى في 3 أو 4 سنين هاني في الراديو تقريبا على الأقل مرة في شهرين عام. 3 مرة بخاطر طردوا لهم خدامة عملوا غريف, مرة ساعاتهم هذه غريف مفهومين وقت يضربوا دي كنترولور ولا شوفر يتعرض العنف, ولكن
تجي تقول يا خويا اعمل جريف بنص ساعه، اعمل الشارع الحمراء، اعمل ساعه مش تعمل نهار كامل، اعلم الناس قول راهو غدوه واعملها في وقت كروز في ليزور كروز، مش تعملها انت في الذروه معناها السبعه نتاع الصباح والاربعه نتاع العشيه والخمسه نتاع العشيه. تبدا عندها امباكت ويبدا عندها في يعملوها في هذه راهو نحب ديما نذكر وانه الاضراب هو وسيله ضغط على الاداره وسيله ضغط على الحكومه. مرات ولا ما يتم ما تفك الاضراب كان بالسداد الاجور ولا فما مطالب اخرى. بون فما تفعيل قانون، فما اجراءات استثنائيه نجم يغبط مرسوم معناها. لا فما لا لا نجم يفضها. هما يحبوا شهريهم هما. هما يحبوا شهري اهم هو حاجه. هو المره هذه في الحاله هذه الاضراب نتاع المره هذه اكثر اضراب مفهوم. خاطر الاضرابات الاخرين كانوا يحبوا زيادات، كانوا يحبوا تحسين ظروف، كانوا يحبوا دي ريكروتمون، دونك مطالب نقابيه كيف ما يقولوا. المره هذه ضربنا في الصحيح، ضربوا في الصحيح مفهوم، مش نقول معذور لكن مفهوم، خاطر زاد لي شومينو اللي مستانس يخلص نهار 26 و25 و27 وعنده جمعه روتار بالطبيعه باش يتقلق، باش نكونوا واضحين. واضح. خلاتنا تول اخر ليميسيون تاعنا، نحب نشكركم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا كل يوم، ونحب زاد قبل ما نسكروا ليميسيون نحب تحيه تري سبيسيال، ونحب نقول جويز انيفيرسير للمراه سبيسيال. باش نقول لك علاش مراه سبيسيال، روضه ان شاء الله ربي يعطي كل ما تتمنى، جويز انيفيرسير ونتمنى لك كل خير. علاش نقول لك مراه سبيسيال؟ على خاطر ولدها سيد الرجال يخدم معنا، وقف معايا وقفه ونحبوه لكلنا خليل. ربي يفضلك الوالده. احلى ناس خليل. ربي يفضلك الوالده. ولدك ما شاء الله عليه تربيه اخلاق خدام، عز الناس، تنجم تكون فخوره به، يحبك برشا ويحب يقول لك ان شاء الله كل عام وانت حيه. ولدك باش يعرس بيانتو يا مدام عشبه. ربي يفضلنا امتنا بالكواليس اللي مشاو، وربي يفضلنا مدام. انا هي منهم خاطر فما زوز نعرف. ما كملش حكايه، هو قال باش نعرس بيانتو. هي فما زوز، انا راه ديما مع زوز. يا ودي سيبوه. علي هذيك اللي شعرها اكحل. يا ودي سيبوه خليه قاعد نعرف البلوندين. مدام جويز انيفيرسير، مدام روضه مره اخرى. خلاتنا تو الاخر ليميسيون تاعنا، خليني نشكر توت ليكيب تاع اي اف ام اللي تخدم في خدمه كبيره باش نوفر لكم ليميسيون هذيا. ميرسي للناس الكل، ميرسي لكم. انتم تقابلوا غدوه السبعه نتاع الصباح.